السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، teriring ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan limpahan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh bahagia dan bangga kami suguhkan kepada umat dan bangsa tercinta serial salawat dan seni tradisi Islam berupa panduan praktis pembacaan maulid Simtud Durar, agar ia mudah dibaca dan dipraktekkan oleh siapapun dengan cara yang baik, benar dan indah. Maulid Simtud Durar adalah untaian mutiara sirah nabawiyah, kisah keagungan kehidupan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh seorang ulama besar Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Beliau lahir pada tahun 1259 dan wafat pada tahun 1333 Hijriah. Harapan kami semoga kehadiran panduan praktis Maulid Simtud Durar ini mampu menambah syiar kita dalam membumikan salawat, menguatkan mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya ridwanullahi anhum ajma'in, sekaligus dapat menginspirasi kehidupan dan perjuangan kita untuk selalu meneladani sunnah-sunnahnya menuju tergapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Lantunan Maulid Simtud Durar ini juga kita maksudkan agar mampu menjadi lentera nusantara menuju terbangunnya tatanan kehidupan bangsa yang harmonis, indah dan damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabatku, para mustami'in dan mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembacaan Maulid Simtud Durar dimulai, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah dengan niat semoga amal ibadah dan hajat kita diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-kiram, خصوصا إلى الشيخ الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فيا أيها الراجون منه شفاعة
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك.
وبارك عليه. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع
تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب لاحظته العيون
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوء على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال
صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يلقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين
وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داع التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزى في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم
حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله فتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه قول يا عظيم نزال من فضيحين
والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة
معلنة بكمال البشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا، ما
مرحبا بك إن بك نسعد قد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا
وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولم ما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا،
وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة،
واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.